يبدو أن الفقر والعوز قدرا لا مقدورا على عائلة قادري المتكونة من 7 أفراد بحي تمام بورقلة القاطن بمسكن بمساحة قبر، مسكن تغيب فيه أدنى شروط الحياة الكريمة. يعني كما يقولوا أكثر من المعوزة، يعني نتمنى يعني يشوفوا بحالة وليداتي هذا اللي راهم يقراوا، خاصة في الظروف تاع القراية هذه. راكم تشوفوا حالتنا، بلا جيتوا انتم على بالك اذا تصب النو يعني ما نرقدوش، انا ما نطيقوش نرقد، يعني درك رانا عند دار خالنا درك نقعدوا عند سكان الحي. تساءلوا عن سبب تجاهل المسؤولين بعدم ادراج اسم هذه العائله التي اجتمعت فيها مظاهر العوز والفقر والحرمان ضمن قائمه المستفيدين من سكنات اجتماعيه. قال هم عاطيهم نصف غرفه يرقدوا فيها الصباح في الليل يروحوا ليه، وفي النهار يقول راهم راقدين في الشارع. وفي انتظار تدخل جاد من طرف صناع القرار بالولايه للتكفل بهذه الوضعيه الاجتماعيه الحرجه، يبقى لزاما على عائله قادري معايشه هذه الظروف.